السلام الله عليكم متابعي القناة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى أحسن حال. قبل ما نبدأ موضوع اليوم كنذكر اللي كيشاهدنا الأول مرة ما ينساش يتسجل معنا في القناة ويفعل الجرس، واللي متابعينا في القناة ما ينساوش يدعمونا بلايك وبرتاج، وشكرا لكم جميعا. مشاهدي القناة الأعزاء، انقلاب وشيك غادي يحدث في دولة الجزائر. من كنقول انقلاب، انقلاب على من؟ على الرئيس الفعلي للدولة اللي هو رئيس الأركان شنقريحة، ماشي على الرئيس تبون الذي لا حول ولا قوة له، لما هو إلا صورة فقط. أما الرئيس الحقيقي فهو رئيس الأركان. لكتاب القناة كنت أعلنت كذلك قبل شهور على وفاة القيد صلاح أن الجزائر غيوقع فيها انقلاب. فعلا بعد بضعة شهور من ذاك الفيديو ديال القناة تم قتل القيد صلاح، ماشي مات كما يشاع، وإنما تم القتل دياله، وبالتالي جاء جناح عسكري جديد باش يحكم الجزائر. اليوم نفس القصة، جناح عسكري جديد، جديد قديم، ما غاديش نقول لكم جديد وإنما هو جديد قديم، رجعي في الطريق. الأغلبية منكم غادي يظنوا بأنه الجناح ديال القيد صلاح، لا ماشي هو الجناح ديال القيد صلاح وإنما جناح آخر. غادي نعطيكم أولا السياق ديال هذا الانقلاب، عاد غنقول لكم شنو هو الجناح الجديد القديم اللي غادي ينقض على السلطة في الجزائر. كاين واحد المنبر إعلامي جزائري معروف بالمعادلة ديالو الكبير للمغرب، يعني 90-95% من المحتوى ديال هذا الموقع هو لمعادلة المغرب. هذا الموقع كيقول لك بأنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصبح معزول دوليا، وكثريا هذا الشيء بان في الأسابيع أو الأسبوعين الأخيرين بعد استعادة الجيش ديال مالي لمدينة كيدال. مدينة كيدال هذه منطقة، هذه كاينة في منطقة أزواد في شمال ديال مالي. هذا الموقع كيضيف بأن الجزائر هي اللي كانت الآمر الناهي في المنطقة ديال أزواد، يعني في شمال مالي، اللي ما كتبعد الا على واحد 100-200 كيلومتر فقط على الجزائر. ولكن اليوم القوات المالية هي اللي استرجعت المنطقة بدون الرجوع الى الجيش الجزائري. وكيذكر هذا الموقع انه في السابق الجزائر هي اللي كانت كتلعب دور الحكم والوسيط المحترم، ويتم الاستماع إليها ودعوتها إلى إنهاء العنف وفرض النظام والأمن. ولكن اليوم هذا الشيء ما بقاش، لأن المجلس العسكري الحالي اللي كاين في مالي ما بقى عنده تعتبر الجزائر، ولا كيعتبر الجزائر دولة ضعيفة ورفض حتى السماح لها باش تلعب دور في الشمال ديال مالي، في حين أنه كان اتفاقية ديال السلام اللي رعتها الجزائر في 2015. اذكروا معايا في 2015 كلي كان الجناح الحاكم آنذاك، باش بداو تفهموا القصة فين جاية. 2015 الجناح الحاكم اللي كان آنذاك هو الجناح ديال توفيق، يعني ما يعرف بالديريس، يعني المخابرات اللي كان ذلك الوقت كان كيترأسها الجنرال توفيق. وملي كنقول لكم جنرال توفيق راه ماشي كنقصد به الجنرال توفيق بنفسه، كنقصد الجناح نتاعو، الجناح نتاع توفيق، لأنه توفيق راه ما بقاش عنده القوة ولا العمر باش يرجع من جديد، وإنما الجناح ديالو. إذا كيف هذا الموقع أنه الجزائر سبق لها رعات السلام في منطقة مالي في 2015، وكانت سيطرة ديال القوات المسلحة على كيدال
في هاد 14 نوفمبر الأخير اللي كانت بمثابة ضربة قاضية لهذا الاتفاق. وكيذكر كذلك أن حتى النيجر رفضت الوساطة الجزائرية في الشهر الماضي، وبالتالي الجزائر ما بقى عندها حتى شي نفوذ في دول الساحل. وكيقول لك هذا الموقع شنو هي الأسباب ديال هذا التراجع ديال نفوذ الجزائر في الموقف في المنطقة. كيقول قبل عام 2015، يعني ملي كان جنرال توفيق عندهم، انتم تابعوا معايا مزيان باش تفهموا المغزى ديال فين غنبغي نوصل. قبل من 2015 كل اللي كان راه كان الجنرال توفيق وكان دايريس. كيقول هذا الموقع اذا قبل 2015، يعني قبل ما يمشي الجنرال توفيق، كانت منطقه الساحل ولا سيما منطقه كيدال هي في ازواد شمال مالي، كانوا كيسميوها الولايه التاسعه والاربعين في الجزائر. يعني كيقصد بين ديك المنطقه يعني ضابطها الجزائر بصوره حقيقيه، يعني هي الامر النواء الناهي فيها. وكيضيف بانه منذ عام 2015 الدايرس تفكات وما بقاتش تحت القياده ديال الجيش. والاخطر من هذا، يضيف الموقع ويعترف، استر معايا مزيان هذه الكلمه دي، يعترف بانه كانت معظم الانشطه الاجراميه في منطقه الساحل بما في ذلك تجار المخدرات، احتجاز الرهائن، كانت كتخضع للسيطره ديال الدايريس بمشاركه مع الجيش المالي. ولكن ملي تراجعات الدايريس وضعفات العلاقات بين النخب السياسيه والامنيه في منطقه الساحل تحت قياده القيد صلاح وشن قريحه، هذه الأنشطة الإجرامية ولات بمشاركة أقل من نظرائهم في منطقة الساحل. يعني في القبل كانت الجزائر كتقاسم هذه الأنشطة الإجرامية مع دول الساحل، ودابا الجزائر كيضيف الموقع، ماشي أنا كنقول، بغات تاخذ هذه الأنشطة الإجرامية بغات ديرها هي بوحدها بدون الرجوع إلى دول الساحل. هذا اللي خلى الدول ما بقاش كتثق في الجزائر. يعني هناك اعتراف ضمني بأن الجزائر كانت ولا تزال ترعى الإجرام والإرهاب في منطقة الساحل، فقط المتغير في الأمر أن القادة الحاليين العسكريين الحاليين بغوا يرعوا الإجرام وهذا الإرهاب في المنطقة بوحدهم بدون الرجوع لدول الساحل. وبالتالي ماذا يعني هاد الصحيفة، هاد المنبر الإعلامي الجزائري الشهير كيمدح الدايرس اللي كانت برئاسة الجنرال توفيق، وفي نفس الوقت كينتقد القيد صلاح وكينتقد شنقريحة؟ هذا عنده تفسير واحد، هناك انقلاب وشيك غادي يحدث مرة أخرى في الجزائر.